السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس بخير؟ هانين؟ كي دايرين مع الصحة؟ كاملين الوليدات؟ اش كتعاودوا؟ شنقول لكم، فايت لي حال حرشة، ولكن غنلوح غندير هاد الحرشة هادي كاين لي يكون فيديوهات الوليدة عم نشافهم. بغيت نعاود لولدي، قال لي راه بغيت ماما واحد الحرشة، وغندير حريشات صغيورين وغي ملحة ملحة. المهم جوج عواش قديم الزبدة، خمرت الحلوى، الملحة قياسكم، كيلو ديال السمنة ديال الحرشة، المهم السكر ضروري ديرو واحد العواشق صغيرة باش تنسمو باش تجي محمى. هادشي اللي كاين، خليكم معايا حتى الاخر، تخلات ان شاء الله بحول الله، وغتشوفو هاد الحريشة كي غتجي ان شاء الله، كتجي جيجه وكتدوب في الفم. اللي ما عنده سنان غيدعي معايا ان شاء الله. والمهم نتوما كلكم حادقين، كتعرفوا تكتبوا بزاف د الحوايج، غير كنشارك معكم داكشي اللي كندير في الدار. ومرحبا بكم في القناه، خليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله. بسم الله تبارك الله، غنلوح الخماره هي الاولى ديال الحلوه، نلوح الخماره، نحركها، نلوح ملحه كلها، نحركهم يدخلوا بعضياتهم كاملين، ناخذ عشق السكر كما كتشوفوا باش يجي داكشي كامل زوين. غادي ندير السكر على خاطر داكشي تيبقى الاختيار ديالهم. هادشي اللي كاين كنحرك فرانك، والما يكون دافي، يكون الماء مجدينو دافي، ما سخون ما طايب، باش تحركوها. غنلوح كاس ديال الزيت بحال هاكا باش تجيكم حشيشة وزوينة، كتحركوها كيدخل الزيت مزيان بحال هاكا، ملحة والزيت مزيان كيدخل بحال هاكا تيندمج. خلط بالحليب، خلط بالحليب، حليب دافي من غير الماء على حسب، انا كنخلط غير الماء. ايوا هادشي اللي كاين خوتي خواتاتي. المهم هاو كتشوفو كيما كتشوفو، هو تحرك ولا كلو تيبان فيه الزيت. من بعد غندير عشق الزبدة حتى لجوج، حتى لجوج ديال الزبدة. هانتوما كيما كتشوفو حتى لجوج ديال الزبدة، عاشق حتى لجوج، عاشق كبار. كتبقاو تحركو حتى كيندمج الزبدة والزيت وكلشي. كتجيبو شي طبريسيل باش كتنقصو شوية ديال السميدة مخلطة، مخلطة فيها الزبدة والزيت وكلشي. كديرو هنا هي مخلطة باش تبقى يتكرصي، ما بغاتش ندير النشوه لحقاش غادي مدهونه مزيانه. كتجيبو شويه بحال هكا كتحطوه، كتخليوه باش تكرصو، فيه الزيت وفيه الزبده وفيه الملحه وفيه كلشي بلا ما تحتاج ديري المواد. من بعد كتخوي الماء، بسم الله الماء دافي، كتبقاو غير تبعجو بيديكم بحال هكا، كتبعجو شويه بشويه حتى كيدخل فيه الماء. بدا كيتبدل ليها اللون الحرشة كيما قلت لكم، اللي بغى يدير فيها الحليب راه كيدير فيها الحليب، اللي بغى يدير غير الماء يدير الماء، باش هي ما كتبدلش. عاوتاني اللي ما بغاش الزيت بزاف يدير قدر يدير نص كاس، ودير عشق ديال الزبدة اللي ما بغاش داكشي الدهنيات بزاف. انا بغيتها حشيشة باش على حسب باش دوز ليا، كيما عارفين ما نقدرش انا نضخ، باش دوب ليا فمي باش يمكن ليا انا ناكل معاهم، ما يكونش غير بيداتي بوحدهم. هادشي اللي كاين، هانتوما كتشوفو الخليط كي ولا هو غادي كيتعقد. المهم بقاو معايا حتى لاخر تنكمل. هلا جينا كيما كتشوفو هاهي تعقدت، غندير حريشات صغيورين و
باش ديروا كاسكرة الدراري. حبيت نشارك معكم اخوتي خواتاتي، وما تنساوش ديروا لايك وديروا جيمات. خليت غير الزبده باش ندهن الفراح ديالنا شويه السميده، وهادي باش كنخدم باش كنقار الماء وداك التخربيق. هادشي اللي كاين. دابا غنجيب هاد المقله، هادي طلبت الخال ما نجبد جوج باش نخبز بزاف بسرعه. هادشي اللي كاين. جبت جوج، نحط واحد هنا واحد هنا واحد باش نخبزهم بالزربه باش تسالي بالزربه. ونشعل البوطه باش يسخن ليا الفراح، باش منين نجي ما بقاش مشكل. ها نشعل الاخر، غنمشيو تخلط وتكراس على بلاصتو. نمشيو دابا نوريكم غير واحد كي غندير ليها. ملي بغا يدهن بالزبدة بحال هاك يدهن، نوريكم غير وحدة بالزربة كي غندير ليها باش منطولش عليكم. هادي هي الوحدة ديالنا، ها هي ما كان لا لا سميتو غير بيدي بحال هاك كتجي، وغنبقى نرمي بحال هاك، غنبقى غادا نرمي بحال هاك ونقاد بالعاشق لي العاشق. نقاد بالعاشق بحال هاك باش متجينيش عوجة. ها انتما كيما كتشوفوا اخوتي، حنا كملت الخبيز، جاوني تسعود، الاولانيه تفرتات، ها الثانيه هي تفرتات، هيا غنقسمها معكم. شوف كيفاش كتجي. ها انتما، ها انتما شتي. كيما قلت لكم اللي ما بغاش الزيت والزبده بزاف يدير غير عاشق كبيره ونص عاشق ديال الزيت وعاشق ديال السكر صغيره، والملح قياسكم. ولكن كيلو ديال السميده خرجوا لي تسعود، تفرتوا لي جوج. شنو نقول لكم اخوتي، مرحبا بكم عندي في القناه، ديروا لايكات وجيمات. واش نقول لكم، شكرا بزاف. واللي مامغوني عندي شكرا ليه، واللي دخل اول مره يدخل يدير ابوني ويشعل جرس ويدير لايك، وخلي هذا الفيديو اخر ان شاء الله. تشكركم بزاف، تهلاو لي فراسكم. واللي مريض الله يشافيه، واللي ما خدامش لاجيب له شي خدمه، اللي دخل قناتي الله يفرحه. شكرا جزيلا، تهلاو لي فراسكم.